احنا هون نجي على المخيم نقعد بالعياده، هاي العياده اللي تابعه للمخيم، يجونا المرضى والعجز نروح عليهم على الخيم. الامراض اكثر بامراض تنفسيه، بمزمنه واسع التهاب قصبات، هاي امراض الشتاء، في اسهالات، في يرقان، في امراض جلديه، في عندنا قوباء وفي عندنا لايشمانيا. هون ها احنا نقدم الامكانيات اللي عندنا. التنسيق والتعاون مع مديرية صحة الباب والمجلس المحلي في الباب، تم تقييم الاحتياجات الطبية الملحة في المنطقة، وتم التوافق على عدة تجمعات ومخيمات لتغطيتها بعيادات متنقلة، وقد رفضت منظمة الأمين المنطقة بعيادتين متنقلتين لتخديم المخيمات والتجمعات السكنية الأبعد عن التخديم الصحي مسافة، وأضيفت إلى مشاريع منظمة الأمين في المنطقة التي تشمل أيضا مستوصف صحي. ومنذ أيام كذلك تم افتتاح مركز معالجة مرضى كوفيد في مدينة الباب. بالفعل يعني حاليا نحن في حاجة كتير للرعاية الصحية في المخيمات بسبب يعني ضعف الإمكانيات. تم توجيه الفرق الصحية العاملة في منطقة الباب، الفرق الجوالي، لزيارة المخيمات للاطلاع وإجراء فحوص وكشوف طبية وتقديم العلاجات اللازمة، بالإضافة إلى توعية للتخفيف من انتشار الأمراض اللي بتكون بشكل عام ساري في المخيمات مثل التهابات الكبد والحمى التيفية والأمراض. طبعا هلا نحن بموسم الإنفلونزا وجائحة الكورونا، هذا الأمور إن شاء الله بتساعد بالتخفيف من انتشار الأمراض، ونحاول نخفف إن شاء الله عن أهلنا في الخيام يعني المعاناة اللي عبانوها، ونكون جنب إلى جنب في هذا الوقت الصعب.